لقد كان لوقوف حركة عدم الانحياز إلى جانب الشعوب المطالبة بحريتها واستقلالها الأثر البالغ في انعتاق هذه الشعوب من أغلال الهيمنة الأجنبية والاستعمار، وإذ تسجل الجزائر بكل اعتزاز الموقف المبدئي والثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الصحراوية جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من إنجاز مهمتها، إذ يتسم الوضع حالياً بانسداد أفق السلام. فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.